وقف صاير وقف وقف طارق قلنا على مين بدي حد مين الكاميرا لا خلص بكر مشي عندك مشي عندك ايش صار هذا بس كله في بوليس وفي خيانة بنت طوالي ايه نسيت مش حد برا متخانق بعدين لازم الدوار الثاني عن الدوار الثاني بس يلا السيد محمد ام مسعود بخبير الامن على الطرق في مدينه ام الفحم راح فيك عبر شفت مقطع المصاري كان زي ما شفنا اليوم كنتوا بفعاليات عديده وكل شيء ما شفنا كانوا في متطوعين شو كان سبب هاي الفعاليه؟ نحن مقبلين بالحقيقه على ليالي العيد هذه الليالي يكتظ والسير فيها في الشارع الرئيسي تحديدا وفي عدة مناطق في البلد تعاوننا مع بعض المتطوعين في المدينة وقمنا بعملية تنظيم حركة السير وسنقوم بذلك أيضا ليلة العيد أي الليلة القادمة ونأمل أن يكون بنهاية المطاف حتى نستطيع أن نقلل ازدحامات المرور الموجودة في الشارع الرئيسي تحديدا لأنه للأسف لا يعقل أن الإنسان من بداية الشارع حتى أن يصل بيته يستغرق معه أكثر من نصف ساعة نحن نريد قدر الإمكان أن يقلل هذا الوقت وأن نقلل من هذا الوقت إيش التوجهات اللي بتقدمها للمواطنين بهاي الليالي؟ حقيقة نحن نطلب من المواطنين أن يتخذوا الطرق الالتفافية وأن يتجنبوا الازدحامات المرورية أين يوجد هناك في ذروة في الازدحامات من الساعة 9 نحن قمنا برصد ساعات الذروة في المدينة ساعات الرصد هي من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء وتزيد الذروة ما بين الساعة 9 مساء حتى الساعة 1 ليلا خاصة في ليالي العيد نحن نطلب من الجمهور ومن السائقين على الوجه الخصوص أن يقوموا بتغيير مساراتهم أي يعني لا يغيروا مساراتهم هم يريدون أن يذهبوا إلى مكان ما لكن أن يتخذوا الطرق الالتفافية على سبيل المثال من يأتي من منطقة الخضيرة أو منطقة الجنوب ويريد أن يذهب إلى منطقة مثلا على سبيل المثال المحاجني أو عين جرار عليه أن يأخذ الطرق الالتفافية يعني المحاجني يستطيع أن يأخذ طريق عراق الشباب المحاميد يستطيع أن يأخذ طريق عين خالد وطريق معامي وهكذا كل إنسان يتخذ الطريق المناسب له حتى يصل بالسرعة الممكنة التي يريد في أيام العيد يسافر الناس بسياراتهم شو بتقدم نصائح لإلهم خلال سفرهم بالسيارة مع العلم منهم يسافروا لمسافات بعيدة مثل إيلات شرم الشيخ شو نصائحك لهم؟
نحن قمنا في وحدة الأمان على الطرق قبل أسبوع في رصد تعليمات وتوجيهات من قبل الوحدة للسائقين، تحديدا الذين سافروا إلى القدس. بداية يعني قبل كل شيء أن يلتزم الجميع بقوانين السير، قوانين السير المتعددة مثل السرعة، أن لا يسوق الإنسان أكثر من السرعة المسموحة، أن يضع جميع الركاب أحزمة الأمان حتى نحافظ على سلامتهم، أن تكون السيارة مرخصة وكاملة وجاهزة للسفر لمسافات بعيدة. الأمر الثاني، نريد من الجمهور عندما من السائق تحديدا، هذه تقع على مسؤولية السائق، إذا شعر بتعب ما فلا يكمل السفر بل يستريح، لو نص ساعة يأخذ استراحة لفترة نص ساعة ساعة، هذه الاستراحة ستعيقه، نعم ستعيقه من السفر والوصول بالسرعة التي يريد، لكن في نهاية المطاف هي لن تعيقه من إكمال حياته. يمكن أن يضيع دقيقة في هنا أو هناك من خلال استراحة هنا أو هناك، لكن هو ينقذ حياته بهذه الدقيقة. ونحن بنهاية المطاف نريد أن يكون العيد طبعا هو آمن وسالم ويعود على المواطنين في أمان واطمئنان. كلمة أخيرة، يعني الكلمة الأخيرة تكون نأمل من الجميع، من السائقين بشكل خصوص ومن الجميع، أن يلتزموا بقوانين السير المتنوعة، وكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعود علينا العيد وقد عم الأمن والأمان على جميع أنحاء المعمورة. اليوم شفنا عدد من المتطوعين، في إمكانية أنهم يزيدوا، كيف راح يزيدوا، كيف راح يوصلوا لك يعني؟ إحنا حقيقة عدد المتطوعين اللي جمعناهم اليوم، قمنا باتصالات مع بعض الإخوة وتم تجنيد المتطوعين اللي كانوا موجودين اليوم في الليلة، هذه الليلة موعودين بأيضا متطوعين. هناك يوجد لدينا مع بداية السنة الدراسية تجنيد للمتطوعين من خلال برنامج وضعناه مع بعض أساتذة التربية الاجتماعية في المدارس الثانوية، سنأخذ من كل مدرسة ثانوية ما يقارب 20-30 طالب من أراد، وسنقوم بعملية تأهيل لهؤلاء الطلاب من أجل وضعهم في مثل خلينا نقول يعني مثل المناسبات، مثل العيد، مثل يعني هناك في مدينة أم الفحم يوجد عدة مناسبات، نحن بصدد ترتيب الأمر. أيضا يعني هؤلاء الطلاب رايحين يعني سيقومون بدورات إرشادية للأهل وللطلاب في المدارس الابتدائية، سنقوم بترشيدهم وتأهيلهم، وبعدها سنقوم بتوزيعهم على المدارس الابتدائية من أجل أن يقوموا بإرشاد الطلاب في موضوع الأمان على الطرق. يعني نحن لا نستعمل المتطوعين، هم ليسوا فقط منظمين سير وإنما لديهم عدة مجالات للعمل. هناك مجال هو التأهيل، التأهيل الطلاب وتأهيلهم من أجل أن يقوموا بدورات إرشادية وفعاليات لا منهجية في المدارس. نحن أيضا بصدد إقامة يوم للأمان على الطرق على مستوى مدينة أم الفحم، وسنقوم بترتيبه مع مدراء المدارس الابتدائية والإعدادية وقسم المعارف البلدية. سيد محمد أبو مسعود، مدير وحدة أمان على الطرق، نشكرك عبر شاشة موقع المسار، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية.